قوم عاد كان ليهم نبي اسمه سيدنا هود عليه السلام، وعلشان ما تتجبرش لا بسلطان ولا بقوه ولا بمنصب ولا بمال ولا بصحه، ركز ان جنود ربنا كتيره جدا. فربنا لما اهلك قوم عاد كلهم اهلكم بايه؟ بالريح. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ تخيل حضرتك لما تخش على غابة كل النخل اللي فيها متقلع ورامي مرمي، الواحد منهم كعملاق نخلة، كان عملاق زي النخلة كده. فشوف تخيلي كده، ربنا بيقول لك في لحظة انتهى أمر قوم عاد. وبعدين وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ده ربنا بيمدح حسن البناء والعمارة بتاعتهم. خلي بالك قوم ثمود كانوا ينحتون، زي ما الآية تانية قالت إيه، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. تخيلي شوفي وصلت قوتهم وهندستهم وذكائهم وعلمهم لإيه، إن هم يتخذوا من الجبال بيوت. وفرعون ذي الأوتاد هنشرحها بعد الفاصل. لا ده لسه في ثمود. حاضر.